زي ما انتوا. فاصل قصير ومن بعد نواصل حلقتنا. يا صباح الخير ويا صباح السعادة وصباح الأمنيات الجميلة على كل الناس اللي انضمت لحضور حلقة اليوم من برنامج صباحات سوداني، وأكيد بنجدد الترحاب بالناس اللي بتسمعنا عبر إذاعة سودانية 24 على التردد 93.6، وطبعا بنجدد التحية وبنرحب كمان ترحيب حار ومليء جدا بالحب والتقدير للناس اللي دائما بتحرص أنها تتابعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وصلنا معكم لفقرتنا الأولى، والليلة حتكون مساحة رسائل توعوية من المجلس القومي للدفاع المدني. حازعة جدا أكيد بمتابعتكم، وسعيدة يكون معي داخل استوديو عشان ما نوصل كل الرسائل دي ونعرف كمان معلومات أكثر ونشوف كمان أنتم دوركم شنو في كمواطنين في درء الكوارث. سعيدة أكيد بوجودك معي سعادة العميد عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني. أهلا وسهلا بك وصباحك خير. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين على امتداد الوطن الحبيب عبر قناة سودان 24. اهلا وسهلا بك. احنا بدايه هنتكلم عن دوركم في المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ونعرف برضو شنو المجلس الخاص بالدفاع المدني والمجلس القومي للدفاع المدني. في البدايه والحقيقه نتكلم عن المجلس القومي للدفاع المدني. تفضل. هو جسم يمكن يكون اكبر جسم في السودان، منظمه التعاون حتى مع مخاطر الكوارث في السودان بانواع مختلفه، يعني في كوارث بيئيه، كوارث صحيه. نعم. الرئاسة لوزارة الداخلية برأس المجلس سيد وزير الداخلية وعضوية 11 وزارة، وزارة الصحة، وزارة المالية، وزارة كل 11 وزارة، بالإضافة ل 18 والي ولاية أعضاء المجلس. okay. جهات الصلة يمكن في مجمل التكوينات دي يمكن 43 جسم مكونات للمجلس القومي للدفاع المدني. كلهم بيعمل في مجاله، المحصل النهائي هي درع مخاطر الكوارث. تمام. طب نعرف شكل التجهيزات والمعدات وكمان التدريب اللي بيكون داخل الدفاع، او اهتمامكم انتم كمان يعني في الجانب الخاص بانه كل الناس تكون مهيئه عشان ما هي تقدر تدرع الكوارث اللي انت ذكرتها. طيب المجلس القومي للدفاع المدني تكلمت كثير جدا انه الاجهزه التنفيذيه بتاعته او الازرع التنفيذيه بتاعته في الولايات هي غرف الطوارئ. في كل ولاية في غرفة بتاع الطوارئ، الولاية بتشكل في المحليات بتاعتها غرف طوارئ مشكلة من يكاد يكون من أغلبها من التشكيل الموجود في غرفة الطوارئ المركزية هنا في الخرطوم. كل بيأدي في الدور بتاعه. المحصل النهائية زي ما قلت لك بيكون الأهداف بتاعها إنه حماية المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. المقررية في كل هذه الغرف للدفاع المدني، إدارة الدفاع المدني. المقرر في الولاية أو في المحلية أو حتى إذا كان الوحدة الإدارية أو الأحياء بيكون مقرر الدفاع المدني، إلا إذا كان في منطقة ما فيها دفاع مدني. طيب الدفاع المدني كوحدة أصلاً التدريب بتاعه إذا كان العمل بتاع الغاز النهري، الانقاذ البري، التدريب بتاعه مستمر يعني بصوره يوميه. okay. وفي تدريب داخلي محلي او تدريب مركزي، في تدريب خارجي لابد انه الناس تتاهل تاهل يعني يمكنها من انه تؤدي المهمه بتاعتها. جميل. اذا كان في طرمبات، اذا كان في شغل عمل الدفاع المدني ككل، يعني عمل الدفاع المدني مطلوب في الفترة بتاعة الكوارث. عنده دور ما قبل الكوارث يعمل شنو أثناء وبعد. يمكن الدفاع المدني كأحد مكونات المجلس القومي للدفاع المدني. يعني يمسك وزارة الصحة برضو عندهم التدريب بتاعهم في معروف الخطة بتاعتهم.
انه حيعملوا شنو قبل وش اللي بيقدموه اثناء بيعملوا شنو وفيما بعد. ليه؟ لانه بيكون في اثار سالبه صحيه، في اثار سالبه بيئيه، ناس البيئه برضه، ناس البنى التحتيه، ناس المحليات، كلهم بيكون عنده دور معين قبل واثناء وبعد. طب احنا يعني هناخد بس ثلاثه نماذج اذا اللي احنا بنشوف فصل الخريف، وكمان تابعنا مجموعه من الولايات اللي هي اعلنت حاله الطوارئ فيها، فنعرف كيف دوركم والتدخلات اللي تمت عشان ما الاخطار دي تقل. يعني يمكن كانت من اول الولايات اللي تضررت في هذا العام هي ولايه القضاري في منطقه الفاو. كانت تجمعات بتاعت مياه غمرت المنازل. كان هناك تدخلات يعني من غرفة الطوارئ بالولاية، من المنظمات ومنظمات المجتمع المدني. طبعا جسم المنسق هو مفوضية العون الإنساني بالنسبة للمنظمات، هي ذاتها أحد مكونات المجلس القومي للدفاع المدني. جميل. في تدخلات بيتم من المركز اللي هو كان أرسلت معينات قبل الخريف وأثناء إذا حصل كان حصل تحريك متحركات لمنطقة الفاو ومعينات الإيواء والطرمبات. يمكن تحركت قوة من الخرطوم من هنا ومن ولاية الجزيرة باعتبار الجيرة، يعني تحركت الطرمبات وعملوا على شفط المياه من المناطق المغمورة وعادة الحياة للمجرى الطبيعي. دي واحدة. يمكن عندنا ثاني تأثرت ولاية الجزيرة في مناطق شرق الجزيرة تقريبا، فيمكن في مناطق كثيرة تأثرت، لكن التأثير كله ما كان بالفيضان، كان بتجمع المياه أمطار غزيرة. تأثرت ولاية نهر النيل تأثير كبير جدا، تأثرت في ولاية جنوب دارفور في منطقة عدة الفرسان، يعني يمكن كان في غمر بالنسبة للمناطق بالمياه، مياه الأمطار. وطبعا معروف المنطقه مخفضه، فكانت تاثرت ضرر منازل كبير جدا، يعني ضرر كبير. لكن ولايه نهر النيل يعني يمكن لو جينا الاحصائيات بتلقى فيها يعني الوفيات فقط 26 او 27 حاله بتاعت وفاه، التدمير كل المنازل الاف، يعني اذا كان كلي او جزئي، يعني اذا كان عندي 8000 يعني فقط 8000 ده تدمير كل المنازل. ولاية نهر النيل عندنا فوق تقريبا 2000 وحاجة. فبعد ذلك تأثر طبعا بسيول. عندي يمكن مناطق في ولاية سنار، الولاية الشمالية برضه فيها مناطق تضررت. يعني عموما الخرطوم طبعا فيها تضرر، لكن الضرر أخف، يعني دائما كان بيتضرر بفيضانات، وهذا العام يعني يمكن في مؤشر للعمل الاستباقي تم، يمكن بتطهير التراب بتعلية الجسور والوقوف عليها. يمكن ده شيء عام، يعني في ولايات كثيرة تضررت لكن دي الأكثر تضرر يعني كان. تمام. طب يعني سعادة العميد، احنا في البداية قلنا حنخليها رسائل توعوية منكم انتم كالمجلس القومي للدفاع المدني وتكون خاصة للمواطنين، فحنقيف على واحدة من الحالات هي دائما بتحصل، ويعني ربنا يخففها ان شاء الله، هي الحرائق عموما. فالواحد بيكون والمواطنين بيكونوا عايزين يعرفوا شوية إرشادات تتعمل على بال ما انتم توصلوا، المفروض انه يعملوا شنو؟ برضو يعني كده انا حقوم اتكلم عن الدفاع المدني كأحد مكونات ياريت. المجلس القومي للدفاع المدني الاختصاص بتاعه. اها تفضل. انا هسه قبل شويه كان في واحد من اخواتنا في منظمات المجتمع المدني كنت بتكلم معه في انه الجهد الشعبي مطلوب في كل، يعني ما حرايق بس. طيب الجهد الشعبي كيف؟ انكم انك انت تتدرب انت في القريه المعينه او الحي المعين، اتدربت على كيفيه استخدام اجهزه الاطفاء ودربت على انواع الحرائق، يعني ذات تتعامل معك. يعني مثلا عندي نوع من الحرائق بتاع المواد البتروليه، يعني اذا اديته مويه ممكن بيفاق من المساله. الكهرباء اذا اديت مويه زي الشتا سيلي حطيته انا في سكه كهرباء، فيقبل لازم انه هو يتدرب، بيكون بيعرف التصرف الاول اللي ممكن يعمل شنو. يعني بيكون مهيئ زي الخطط اللي بتتعمل في الوحدات او في المؤسسات، انه انا اذا حصل كده حامل شنو. طب يعني ساعات العميد في اتجاه لانه ممكن المواطن هو يمتلك ولو كان ارشادات بسيطه او تدريب بصوره عامه، حتى لو يعني لو كان عنده علاقه بتشبيك مثلا مع منظمات العمل اللي هو المجتمعي دي او التطوع عموما وكده، ولا انتم بتتعامل معهم كيف؟ يعني شكل التشبيك بيتم كيف؟ لا ما عندنا منظمات من متعاملين معها مدني جابوا ناس ودربوهم، يعني مش ابعد من كده، مش حرايق، حتى التعامل مع الطرمبات. وكان في الخليج الفات
ساعدونا يعني اشتغلوا مع الناس. فيبقى انت الجهد الرسمي بيحتاج انه يكون في جزء كبير جدا جهد الشعبي. وانه يعني دائما قلنا الحكومه كلها جبناها وقفناها في النيل حتى يقدروا يشمل. اجيت السودان مترامى اطراف، الخيران، الكوارث كثيره. ويقبل ان الجهد الرسمي ما حيكفي كل اللي يقبل، لابد من الجهد الشعبي. الجهد الشعبي بدون تدريب ما ينفع. منظمه المجتمع المدني ليه؟ لانه انا التدريب بيقلل الجهد، بيقلل الوقت، يعني بيقلل المجهود الناس ذاته. يعني زي ما معروف انه مثلا يقول لك الطفل في بدايته بيقوم يشغل كل العضلات عشان يعمل حاجه، يعني مد له قلم او مد له مثلا مفتاح عشان يمسك، كل جسمه بيتحرك. بشويه شويه لما يحصل التوافق العضلي العصبي كده بيقوم يحرك اقل جزء من العضلات، لما يصل مرحله ممكن يمسك باصبعين الاثنين. يعني يقبل احنا التدريب المستمر بيديني تقليل الجهد، وانه تقديم حاجه بصوره اسرع، يعني تقليل الوقت والجهد كده. فالتدريب مهم شديد، يعني يمكن بيقول جزء بسيط من العرق بيغيني كميه من الدماء. يقبل الناس اذا تدربت بتقدر تتعامل مع الحدث في حينه، يعني كده الاسعافات الاوليه. كيف انه انت مثلا زول الزول النزيف تتعامل معه، كيف الزول المسمم يتعامل معه، شنو يقبل ما يقدم لمن يصاب فجأة، دي إزعافات أولية. نحن عندي التعامل بتاع المجتمع المدني أو بتاع الجهد الشعبي إنه الفترة الأولى الشيء اللي أنت بتقدمه بالنسبة لي هو بيغني حالة الوفاة. يعني زول يمكن مسدد المجرى بتاع التنفس، إذا أنا ما قدرت أتعامل معه وعمل له تنفس اصطناعي أطلع الحاجات الغريبة من الأنف وكذا، فما حيقدر، يعني زول حيصمت. لكن ده الشيء اللي بقدمه له، بعد ده أسلمه لجهة الاتصال. انت بتقدم شغل معين، بعد ذلك بتتصل عبر الارقام المعروفه للدفاع المدني. يعني انا بتصل عليهم وبعمل حاجه لحد ما هم يجوا بكون قدمت. وقطعا يعني بدون تدريب ده ما بيفتي. صح يقبل. انا نصيحتي شرطه الحرم فعلا. طب يعني احنا عايزين نواصل معاك، لكن عايزه ناخذ مساحه لو فيها مواقف مثلا كانت على ارض الواقع وتم تطبيق فيها شكل المعينات والتجهيزات اكيد وتدريب وشكل الجاهزيه كمان انتم اكيد بتتحلوا به، وكان فيها انقاذ لمجموعه من المواطنين. لو حابب يعني دائما بستشهد في حته انا اشتغلت فيها، وكانت في منطقه كوارث. يعني اعلي منطقه كوارث، يعني منطقه الدندر. في ولايه سنار. الدندر يعني في سنه من السنين هسه حاليا هو عامل 14 متر 60 سم تقريبا. المهم يعني فيه زياده. الفيضان بتاعه 13 و50 سم، لكن انا في سنه من السنين وصل لحد 16 متر شويه. المويه ذاتها دخلت في اليابسه، يمكن احنا ماشيين في المركب في اليابسه القديمه يمكن قريب ربع ساعه، فحتى فصلت كل الغرف. الدفاع المدني بالموتربوت بتاع الانغاز او الانشاب بتاع الانغاز كان بينقل بالذات، يعني الناس ذول المريض بالذات الحوامل في الفئه النزيفه الفئه كده، فكانوا بينقلوا ذيل من المنطقه الى اخرى، يعني بيجيبون لحد بر الامان بينقلون للمستشفيات. طيب المناطق اتقطعت تماما، ما في طريقه الا نحن نشوف وسيله نحاول نعمل بها. الموتربوت بتاع الدفاع المدني يعني يمكن بيت سايق بتاعه يمكن 8 انفار بالكباسيتي بتاعه. طيب انا محتاج حاجه اكبر من كده، وحتى كان الوزير ربنا يطول بالخير اخونا الامام كان وزير التخطيط العمراني وكان رئيس اللجنه او رئيس غرفه الطوارئ في الولايه. فالمهم قال لي يا اخي لازم في تعامل. قلت له يا اخي احنا اشتغلنا شغل مع اخونا عمده مشوكه، كان عنده يمكن كم مشرع كده هو مسؤول منا ومتعهد، فنحن بنلجأ له في انه يشوف لنا مراكب بمحتوى كبير جدا نحن نجيبها ننقلها باي كيفيه نوصل للمنطقه عشان تشتغل لي في الغرى، يعني ترحل المواطنين من والى الناس تجيب اغراضها في السوق. فلقيت استحسان الناس وفعلا قاموا بالاتصال بتاعهم ونقلوها. فلقوا حتى الشيء البسيط الرمزي، انا قلت له عشان يعني المحروقات كده اعملوا حاجه رمزيه للعمل ده، يعني مثلا كان ذكر جنيه او اثنين ما بعرف، حاجه بسيطه لكن وفرت لهم الوقود، وفرت لهم كده، وكان حتى
الناس ذاتهم العامل النفسي حلوة يعني انت محبوس في حته اكلك وشربك في مشكله لكن لا انا ما طالب توصل حتى المصيبه بتاعتي بتهون علي يعني فكان شغل انساني وتجربه فريده جدا الناس اللي حصل اي حاجه بعد ذلك بتكون ده ذخيره بالنسبه لهم انه الشيء اللي تعمل شنو صح حقيقي شكرا جزيلا على المساحه دي واحنا سعدنا جدا طبعا بكل المعلومات اللي انت ذكرتها وبنشكرك برضو انت بتكون ضيف دايم عبر صباحاتنا السودانيه عبر الهاتف بتكون معنا في حديث حول منسوب النيل وشكل الارشادات للساده المشاهدين حديك مساحه اخيره لو حابب توصل في اي نصائح للساده اللي بتشوفنا والله النصائح اللي بقولها يعني حتى الان يعني انا من المناسيب بتاعت الانهار يعني شويه كان في نزول اليوم الفاتت يعني يمكن عندي ولاية الجزيرة في النيل الأزرق في مدني يمكن مسجل انخفاض قريب 20 سنتيمتر اليوم الغبال برضه لكن ما طال الفاصل المداري حتى الآن بمر شمال ولاية البحر الأحمر وجنوب نقول شمال كريمة والولايات الغربية فالمتوقع أن يكون في أمطار في المنطقة جنوب الفاصل وبرضه زي ما قلت كثير جدا بأنه في تغيرات مناخية في العالم السودان متأثر بها يعني واحدة من الدول اللي لو لاحظنا اللي ماذا فادي بالنسبة للصين بالنسبة لتركيا بالنسبة للجزائر بالنسبة لدول كثيرة جدا تأثرت في حاجات بتحصل ما كانت بتحصل عندهم يعني مثلا إذا كان الفيضانات أو الحرائق بتاعتها طيب أنا عندي الفاصل أو حزام المطر تأثرت به مناطق زي ما بدأت كلام إنه زي الولاية الشمالية ما إحنا ما كان عندنا إنه الولاية الشمالية تتأثر لي بأمطار غزيرة حتى ثقافتهم البنيانية كانت تختلف يعني ما 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 خدت في الحسبان بتاعنا الأمطار يقبل ضررة السنة دي منازل كمية كبيرة جدا ومناطق تأثر بالمطر بوزارة الأمطار طيب ولاية البحر الأحمر أمطار بتاعتها شتوية سابقة الآن الأمطار صيفية يعني أو في الفصل ده طيب يقبل الناس بتاع المناطق التعدين الأهلية إنه مطالة فاصل المداري ده في المناطق دي نتوقع إنه يكون في مياه غزيرات أيام أمطار في سيول تصل في المنطقة بيتأثر الحفر بتاعت التعدين ذاته واحد نمرة اثنين المواد ذات المستخدمة في معالجة الذهب إذا اختلطت بتتعمل تلوث بتجيب ممكن حاجات أمراض خطيرة يعني طيب المناطق الناس الساكنين في حرم الأنهار وفي مجرى سيول بيعرفوا يعني ما طال اياك السيل اول مره ثاني مره هذه منطقه بتاعت هشاشه اصبحت واجب انه الناس تفكر جادين في انه يرحلوا لمناطق امنه ودائما بقول انه الحكومه عندها دور والمواطن عنده دور والثقافه الزمان يعني بقول لك والله دي منطقتي تولدت فيها صح دي حكايه صعبه انه تفارق المنطقه بتاعت مسقط راسك يعني في ناس يتكلموا انه والله اقتنعوا بانه يرحلوا من الحته دي ويبقوا يقولوا في كلام احنا سعدنا صراحه بوجودك معنا سعاده العميد عبد الجليل عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم المجلس القومي للدفاع المدني كنت معنا في حديث حول دور المجلس القومي للدفاع المدني داخل السودان وكمان كده اخذنا مجموعه من نصائح وارشادات للساده المشاهدين شكرا جزيلا لك بتمنى لك دوام التوفيق والنجاح ربنا يقويكم يا رب شكرا جزيلا شكرا لكم على اتاحتكم الفرصه الله يسعدك يا رب